النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. ما زالت طبعا المملكة تحت تأثير امتداد لكتلة هوائية حارة نسبيا عبر خرائط توقعات الكتل الهوائية. نلاحظ أن هناك كتلة هوائية حارة بل شديدة الحارة متواجدة في الجزيرة العربية المشار إليها بهذه الألوان. هناك امتداد لهذه الكتلة الهوائية الحارة بشكل يعني نستطيع القول بسيط باتجاه المملكة، يعمل على رفع درجات الحارة فوق المعدلات الاعتيادية بقليل. الأيام القادمة كما نلاحظ يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون بشكل عام هذه الكتلة تمتد وتنسحب بشكل متفاوت ولكن بسيط، وبالتالي لا يوجد تغييرات جذرية على الحالة الجوية متوقعة في المملكة. الطقس هذه الليلة يكون معتدل بشكل عام في أغلب المناطق. درجة الحارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان 22 درجة مئوية. بالعودة إلى مرة أخرى إلى الخرائط توزيعات درجات الحارة، نلاحظ أيضا وجود هواء ذات درجات حارة أقل بالقرب من المملكة، ونلاحظ هناك تدرج كبير للألوان ما بين هاتين المنطقتين، الأمر الذي سيعمل على هبوب رياح شمالية غربية ناشطة السرعة بشكل يومي وفي أغلب مناطق المملكة، وبالتالي سنلاحظ أن الطقس يصبح نوعا ما مصحوب برياح في ساعات العصر والمساء. في بعض المرتفعات الجبلية العالية أيضا تكون الرياح نشطة بشكل لافت في ساعات الليل. بالعودة إلى درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة، تكون في العاصمة عمان 22 درجة مئوية في ساعات الليل. الطقس معتدل لكن تنشط الرياح خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على 32 درجة مئوية يوم الأحد، يوم الاثنين 33، ويوم الثلاثاء 32 درجة مئوية في العاصمة عمان. هذا يعني أن الطقس قد يكون حارا نسبيا في بعض مناطق العاصمة عمان في ساعات الظهيرة والعصر. في ساعات الليل تكون درجة الحرارة ما بين 23 إلى 21 درجة مئوية، ويعني الطقس معتدل في ساعات الليل في أغلب المناطق، لكن مع التأكيد على نشاط سرعة الرياح في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية. نص على سويتين درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها من الشمال في إربد 32 إلى 23، في عجلون 31 إلى 22، في جرش 34 إلى 24، وفي مفرق من 34 إلى 22 درجة مئوية. في العاصمة والسلط 32 إلى 23، في الزرقاء 35 إلى 25، في مأدبة أيضا 32 إلى 23، وفي البحر الميت ترتفع العظمى إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض الصغرى ليلا تقريبا إلى 31 درجة مئوية. في الكرك 31 إلى 21، في الطفيلة 30 إلى 22، وفي الشراء من 28 إلى 21 درجة مئوية، في معان من 35 إلى 22، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 40 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 31 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية، تكون في رويش 39 إلى 25 درجة مئوية، في الصفاوي 39 إلى 23، وفي الأزرق من 39 إلى 25 درجة مئوية، والأجواء حارة بشكل عام في المنطقة الشرقية من المملكة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. طبعا المناطق الشرقية ما زالت الأجواء بها حارة، المناطق الجنوبية تبقى بها الأجواء حارة، أما باقي المناطق فالأجواء تكون ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبية. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.